إذن بالعودة إلى حادثة انهيار المبنى قيد الإنشاء في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، من هناك انضم إلينا مراسلنا محمود الجماس. مرحبا بك يا محمود، هل اتضحت أسباب الانهيار؟ 15 شخصا داخل هذا المبنى المنهار، أخلي 9 منهم، ماذا عن الباقين يا محمود؟ محمود هل تسمعني؟ محمود الجماس، رحب نعم بك يا يا ملاك، محمود. لكم ولكل من يشاهد التغيير، نحن الآن جيد. في موقع الحادث، حادثة انهيار بناية قيد الإنشاء من 4 طوابق تابعة لمديرية المجاري في محافظة نينوى. البناية انهارت أثناء عملية الصب لعدم تحمل القالب الخشبي لثقل الإسمنت والحديد. الدفاع المدني أعلن عن الحصيلة حتى الآن. هنالك 8 مصابين تم إخلاءهم من تحت الأنقاض، وهنالك مصاب آخر للأسف توفي في الطريق إلى المستشفى، وما يزال هنالك 2 من العمال مفقودين تحت هذه تحت هذه الأنقاض. ثقل الإسمنت وثقل الحديد والقالب الخشبي يعيق كوادر الدفاع المدني. بدأوا يستخدمون آلات القاص و لقطع، يعني يمكن نسمع أصوات مقصات الحديد. العمل ما زال مستمر. الشرطة المحلية أيضا، هذه معلومة وردتني الآن من مصدر أمني، قامت بإيقاف المهندس المقيم على المشروع بالإضافة إلى المقاول، أو أوقفتهم على ذمة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة أين هو التقصير. ما تزال عمليات البحث عن الاثنين المفقودين مستمرة حقيقة، لحظات تحبس الأنفاس. هنالك أحد العمال يعني نجح بالاتصال من تحت الأنقاض ما بين الحياة والموت، والدفاع المدني والكوادر الأخرى من، يعني الموقف صعب جدا. هنالك أرواح، لا أحد يعلم إن كانت ستنجو أم لا، لكن بالتالي هذا ما حدث. وننتظر أيضا بيانات رسمية لمعرفة أسباب الحادث بالتحديد ومن هو المسؤول عن ما حدث. إذن من أمام المبنى المنهار في الموصل كنت معنا مراسلنا محمود الجماس، شكرا جزيلا لك.